يعني خلاص اتجوزوا والليله الدخله كمان؟ وده ماله مستعجل قوي كده ليه؟ بقول لك يا نينا، انا عايز اعمل واجب معاه، عايز ابعت له بوكيه واخده واكتب له عليه نشاطكم الاحزان. لا انت مش فاهماني، مش فاهمه حاجه، انا محضر له مفاجاه هتعجبك قوي. لا مفاجاه ليه والبنت الرافض اللي انا متجوزها، لازم احرق قلبه وقلبها. يعني انت ناوي على ايه يا واد؟ يخرب عقلك. طب وانت هينومك ايه من ده كله؟ بس ما انت مجنون. سرايا انت يا سرايا، هزتولك يا اختي وتعالي عايزك. عاوز ايه؟ سرايا عايز اقول لك حاجه هتبسطك قوي. تبسطني؟ هو انت من امتى بتقول حاجه تبسطني؟ مش لما تسمعي الاول. اتفضل قول. سرايا انت طالق، طالق، طالق. كويس، انا حضرت الشنط وهستناكي دلوقتي عشان نمشي، ما تتاخريش عليا. عفش ايه بس؟ انا مش عايزه حاجه، انا خدت الحاجه الوحيده اللي عشت طول عمري بتمناها. بس نرجس اياها دي قاعده في العربيه؟ ايوه فهمت. خليها، قول لها المدام نازله لها. حاضر. يلا همالك شويه يا اخويا، في ضيوف محترمين جايين لي، مش عايز اشوفوا حد غريب في بيتي.
سيف انا عايز اقول لك كلمتين قبل ما امشي. ايوه يا اختي اتمسحي بقى، اعملي حركاتك القرعه دي يا حبيبتي. خلاص انا طلقتك بالثلاثه، ولو في رضعه كنت قلتها لك. بالعكس انا عايز اقول لك ديك. انت عمرك ما كنت كريم معايا غير لما طلقتني. ساعتها بس يا سيف حسيت انك بني ادم لاول مره في حياتك. ما تتصورش انا عشت طول عمري بتمنى اللحظه دي قد ايه. عارف يا سيف، عارف انت لو جيت طلبت كل فلوسي واملاكي عشان اسمع منك كلمه انت طالق، انا كنت هديها لك، كنت هديها لك حتى من غير ما افكر. انا قبل ما اتجوزك الحاجه الوحيده اللي عمري ما عرفتها هي الكره، لكن بعد ما اتجوزتك عرفت ايه طعم الكره يا سيف. لما هخرج من البيت دوت ما افتكرش ان قلبي هينفتح له تاني. ابقي سلمي لي عليه يا اختي. على مين؟ قلبك. وان رحت مره تزور عش الهوا بمهجور سلم عليه سلم. يلا طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. كان نفسي ارجع بيت ماما يا نرجس، وانا محققه الحلم اللي كانت بتتمناه، ان ادخل بيتها وانا متجوزه الانسان اللي بحبه وبيحبني. لكن للاسف زي ما خرجت منه زي ما رجعت له. معلش، بكره ان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي تتمنيه، وهتحققي حلم امك ان شاء الله. تفتكري ده ممكن يحصل بعد ما عبد الرحمن ضاع مني مرتين يا نرجس؟ بقول لك ايه بقى، فضينا من السيره دي. شايفه البيت عامل ازاي؟ ورانا تنظيف، تعالنا على الشقه بالله. عبد اخويا ده حظه وحش قوي يا بابا. ما تقوليش كده على اخوك يا عيشة. يعني لو كان استنى شوية مش كان قدر دلوقتي يتجوز ثريا بعد ما سيف طلقها؟ المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والعين ياما بتشوف. بس ذنبه ايه هو يتجوز بهية غصب عنه
وهي كمان ذنبها ايه تعيش مع واحد ما بيحبهاش؟ عبد الرحمن غير سيف، وحتى لو ما كانش بيحبها زي ما بتقولي هيعاملها بما يرضي الله، ومين عارف يمكن يحبها. يا بنتي عايزك ما تحكميش على حاجة في أولها، لازم تستنى ما تشوفي نهايتها. معاك حق يا بابا، اللي كان يشوف سيف ولهفته على الجواز من سوريا ما كانش يفتكر أبدا إنه هيطلقها ويرميها الرميات دي. هو الواد ده إيه؟ تخصص ندالة؟ عبد الرحمن عارف. أنا قلت لخالتي هنية. هنية؟ جاي. انا ما رضيتش اجيب لها سيره عشان ما نكدش عليها وهي لسه عروسه وما سبعتش. تنكدي عليها ليه؟ بقى هي عاقله قوي وعارف ان انا جوزتها عن اقتناع. يعني دماغك مش هتميل ناحيه سوريا بعد اللي حصل؟ خلاص رضيت بنصيبي. حتى لو كنت رضيت بنصيبك يا سي عبده، أنا برضو لسه مستعدية أحلك من أي رباط بيني وبينك. كلام إيه اللي بتقوليه ده يا بهية؟ أنت فاكراني من النوع ده من الرجالة يعني؟ أنت دلوقتي بقيتي مراتي، يعني مستحيل أسيبك أو أتجوز غيرك أو حتى في يوم من الأيام أتجوز عليك. وبناتك خلاص بقوا بناتي. تسلم بس يا عبدو، إن شاء الله ما تحرم منك أبدا. ولا أنا يا رب. قولي امين يا بهي. امين امين. يلا اقعدي عشان تاكلي. يلا دوق المفتقه بتاعت خالتي عشان تربربي زي كده. يلا خدي فطير.